سبع ليالي ثمانة أيام $610، 10 أيام 9 ليالي 10 أيام $675، 14 ليلة أو 15 يوم راح تكون سعرها $730. هذا اللي ذكرته هو برنامج اسطنبول زائد أنطاليا. بالإضافة إلى عنب بعرض آخر اللي راح يكون اسطنبول زائد طرابزون 7 ليالي 8 أيام فقط $615. 9 ليالي 10 أيام راح يكون $655، وال14 ليلة 15 يوم $740. هاي بالنسبة البرامج تركيا حصرا ذكرت لكم العروض والتفاصيل، وراح نكون بانتظاركم إن شاء الله أني وكادر الشركة بالكامل. نعم أحبتي الكرام، شكرا للزميل أحمد على هاي التوضيحات بخصوص برامج شركة زيارة القنديل. أكيد لا تنسون طيراننا مميز على خطوط الجوية العراقية وعلى التركيش أناضولجيت من مطار صبيحة، ولا تنسون الطيران مباشر من بغداد إلى طرابزون عفوا، وعندنا البرامج اللي ذكرنا لكم إياها برنامج اسطنبول واسطنبول أنطاليا واسطنبول طرابزون. طبعا الفنادق اللي باسطنبول فنادق مميزة 4 نجوم و5 نجوم حقيقية، وبالنسبة للمنتجعات في أنطاليا فهي 5 نجوم أيضا حقيقية، وبالنسبة لفندق طرابزون فهو فندق 5 نجوم مع 7 رحلات مجانية للدخول لتحتار ويا شركة زهرة القنديل أحسن خيار. تحياتنا لكل شخص شاهدنا من خلال هذا البث المباشر، نتشرف بكم جميعا وننتظركم في تركيا بلاد السلاطين. تحياتنا لكم. شوفوا هاي الأجواء الحلوة، شوفوا جمال الطبيعة، شوفوا الهدوء اللي موجود بهذا المكان الأكثر من رائع. حاليا راح أبدأ وياكم بالعروض بالتسلسل حتى يكون عندكم فكرة كاملة عن عروضنا لهذا الموسم وهذا الصيف بالتحديد. راح نبدأ بأول عرض اللي هو اسطنبول 7 ليالي 8 أيام طيران مباشر إلى تركيا. هذا البرنامج اللي هو مثل ما ذكرت 7 ليالي 8 أيام راح يكون فقط $340. هذه الرحلة تشمل فنادق، تسكين فندقي بالإضافة إلى طيران ذهاب وإياب، بالإضافة إلى وجبة إفطار، بالإضافة إلى، دائما أقول لكم ركزوا على تفاصيل الرحلة حتى تعرفون شنو العرض هذا شيشمل. هذا العرض يشمل 5 رحلات مجانية داخل مدينة، داخل وخارج مدينة اسطنبول. يعني أنت من توصل بالإضافة إلى تسكينك الفندقي كل يوم، ما عليك فقط أن تحضر نفسك بالوقت اللي حدد لك إياه القائد حتى تتوجه إلى رحلتك مجانا وماكو سعر للرحلة. هذه الرحلة تشمل 5 رحلات مجانية تماما، بالإضافة إلى عندنا برنامج أيضا فقط اسطنبول 9 ليالي 10 أيام هذا سعره $410، بالإضافة إلى برنامج ال 15 يوم. برنامج ال 15 يوم 14 ليلة 15 يوم راح يكون $485 فقط لا غير. انتهينا من برنامج اسطنبول فقط، راح اشرح لكم على برنامج طرابزون فقط. طرابزون مباشر طيران من بغداد الى مطار طرابزون مباشر، فندق 5 نجوم مقابل للبحر. هذه الرحلة تشمل ايضا 7 رحلات مجانية. برنامج اسطنبول طرابزون عفوا نركز عليه ب7 رحلات مجانية، كل هذا فقط $499. $499 برنامج طرابزون فقط 7 ليالي 8 أيام. بالنسبة للبرنامج الثالث اللي راح أذكره حاليا، برنامج اسطنبول أنطاليا 7 ليالي 8 أيام $610، 10 أيام 9 ليالي 10 أيام $675، 14 ليلة أو 15 يوم راح تكون سعرها $730. هذا اللي ذكرته هو برنامج اسطنبول زائد أنطاليا. بالإضافة إلى عنب بعرض آخر اللي راح يكون اسطنبول زائد طرابزون 7 ليالي 8 أيام فقط $615.
تسع ليالي 10 ايام راح يكون ب $655 وال 14 ليله 15 يوم ب $740. هاي بالنسبه البرامج تركيا حصرا ذكرت لكم العروض والتفاصيل، وراح نكون بانتظاركم ان شاء الله اني وكادر الشركه بالكامل. نعم احبتي الكرام، شكرا للزميل احمد على هاي التوضيحات بخصوص برامج شركه زياره القنديل. اكيد لا تنسون طيراننا مميز على خطوط الجويه العراقيه وعلى التركيش انادولجيت من مطار صبيحه، ولا تنسون الطيران مباشر من بغداد الى طرابزون عفوا، وعندنا البرامج اللي ذكرنا لكم اياها برنامج اسطنبول واسطنبول انطاليا واسطنبول طرابزون. طبعا الفنادق اللي اللي باسطنبول فنادق مميزه 4 نجوم و5 نجوم حقيقيه، وبالنسبه للمنتجعات في انطاليا فهي 5 نجوم ايضا حقيقيه، وبالنسبه لفندق طرابزون فهو فندق 5 نجوم مع 7 رحلات مجانيه. للدخول تحتار ويا شركه زهره القنديل احسن خيار. تحياتنا لكل شخص شاهدنا من خلال هذا البث المباشر، نتشرف بكم جميعا وننتظركم في تركيا بلاد السلاطين. تحياتنا لكم.